فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان. مساكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. منذ أيام ولا زالت الكتل السياسية مختلفة فيما بينها، البناء تقول أنها هي الكتلة الأكبر بواقع 159 نائب، بينما الإصلاح والبناء أيضا يؤكدون أنهم هم الكتلة الأكبر بواقع 177 نائب، بينما البناء يعني لربما هو الأكثر ثقة بسبب تسريبه التواقيع الحية للبرلمانيين، بعضهم ما يقارب 7 نواب نفوا أن يكون هذه التواقيع لهم وأنها مزورة وأنهم سيقيمون دعاوى، بينما كتلة البناء وبعض قادة كتلة البناء يؤكدون أن هناك الكثير من النواب تعرضوا إلى التهديد من قبل بعض الكتل أو من قبل زعماء كتلهم. المفارقة العجيبة التي اختلفت عن تلك الانتخابات أنه جئنا إلى البرلمان بكتلتين هما الأكبر كما يدعيان، لكن ليس كما في الانتخابات الماضية كانت كتلة واحدة هي الكتلة الأكبر. أيضا الكثير هناك انشق عن زعيم كتلته وذهب مع الكتلة التي ممكن تهواها نفسه أو لربما يميل إليها حزبيا أو لربما يجد تحقيق مصالحه ومآربه في الكتل، وانشق عن رئيس كتلته. وهذه لربما سيخرجنا من نقطة مهمة، هي نقطة التبعية إلى الكتلة أو أن زعيم الكتلة هو من يوقع عن الكل. لا، اليوم يجب أن تكون هناك تواقع حية. بالمقابل إلى الآن لم ينتخب البرلمان العراقي رئيسا له بوجود اليوم 8 مرشحين من المكون السني. إلى الآن المكون السني ما حسم وضعه، هناك أحمد الجبوري النائب عن محافظة نينوى مرشح، الدكتور محمد تميم النائب عن محافظة كركوك مرشح، الدكتور أحمد الجبوري أبو مازن محافظ صلاح الدين السابق أيضا مرشح، الدكتور طلال الزوبع النائب عن محافظة بغداد مرشح، الدكتور رشيد العزيز الزاوي أيضا نائب عن محافظة بابل مرشح، وهناك اليوم آخر يوم اليوم أيضا محمد الخالد النائب عن محافظة عن ديالى وعن بيارق الخير أيضا مرشح لرئاسة البرلمان. لم يحسم إلى الآن السنة مرشحهم، رغم أن أعتقد هناك ربما 2 أو 3 يتنافسون على مركز رئاسة البرلمان. الكتلة الأكبر الآن لا تعنى بموضوع البرلمان العراقي أو رئاسة البرلمان أو رئاسة الجمهورية، إنما هي متخصصة باختيار رئيس الوزراء. لكن بالمقابل نواب البصرة رفضوا أن ينضمون إلى أي كتلة أو أن يشكلون أي حكومة من دون أن تكون هناك حلول لما يحدث في البصرة، واقع البصرة الخدمي، واقع البصرة المائي، واقع البطالة في البصرة وما يعانيها للبصرة، والقتل اللي يحدث الآن في المتظاهرين في البصرة. يجب أن يكون هناك حد. كان هناك اجتماع ليلة البارحة مع سيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، المطالبات الآن بإقالة جميل الشمري. جميل الشمري قائد العمليات، السيد العبادي طلب من نواب البصرة التريث في إقالة جميل الشمري. لا نعلم ما هو السبب، هل أن جميل الشمري مدعوم من جهات خارجية، مدعوم من أطراف حزبية قوية، ما هذه القوة اللي يمتلكها جميل الشمري رغم أن وصل عدد الشهداء والضحايا من المتظاهرين إلى 8 تقريبا. لكن في ختام هذه المقدمة تبقى البصرة هي الكتلة الأكبر وهي الكتلة الأطهر وهي الكتلة الأشرف. سأناقش هذه المحاور مع ضيوفي، الأستاذ أياد العناز الباحث في شأن العراق. أستاذ أياد مرحبا بك. أهلا وسهلا. الأستاذ حسام الطايل كاتب المحلل السياسي. أستاذ حسام مرحبا بك. مرحبا بك وأهلا بك في سامراء لأول مرة. شكرا، حياك الله. خلي أبدي وياك أستاذ أياد، وين رايحين؟ نبدي من البصرة من الكتلة الأكبر؟ شوف البصرة. تمام. اليوم الوضع وين يصير في البصرة برأيك؟ تحس أكو تكتيم إعلامي عن موضوع البصرة؟ وين يريد يوصل السيد العبادي في البصرة؟
رغم أن لزيارة قريبة إلى البصرة، بس وين يريد يوصل بالضبط؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير، وأهلا بك وبأخي العزيز الأستاذ حسام. حقيقة الأمر أنا أرى أن البصرة هي أصبحت تمثل أيقونة العراق. البصرة ليست هذه في هذه الأيام وفي هذه الأسابيع وهذه الأشهر، البصرة هي تعني مدن قيمة ومكانة كبيرة من الحضارة ومن الرقي. هذه أحد العواصم السبعة في التاريخ العربي الإسلامي. الآن البصرة تؤن، البصرة في ألم، والبصرة في حصرة كبيرة. الآن التظاهرات التي والانتفاضة الشعبية التي اندلعت من رحى ورحم هذه المدينة الكبيرة من أقضيتها ومن نواحيها ومن مركز مدينتها، إنما تمثل رحم هذه رحم العراق. العراق الآن هو كله يعاني، ليست البصرة هي فقط من تعاني شظف العيش، ولا تعاني نقص في الخدمات، وتعاني أيضا عدم الالتفاتة من حكومة بغداد. هذا الأمر هو موجود على جميع محافظات العراق، لكن عندما اتخذ الموقف الواضح في الانتفاضة الشعبية التي أصبحت معيارا أساسيا لانتفاضة الشعب العراقي، الآن أصبح نحن أمام شهداء. يعني نتكلم البارحة عن مأساة كبيرة ويوم حزين في تاريخ العراق السياسي وتاريخ العراق الشعبي. 8 شهداء مع 100 إصابة من جرحى أبناء المدينة، صوبت على صدورهم الرصاص والأسلحة المتوسطة والخفيفة. لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبوه؟ هل الذنب الذي ارتكبوه أنهم يطالبون بحقوقهم، يطالبون بحياة كريمة؟ ماذا فعلوا حتى تكون هذه القسوة وهذا العنف في المواجهة؟ ألم يكن هناك 3 أشهر سبقت هذه الانتفاضة ووعد أهالي المدينة بأن يكون هناك إصلاحا إداريا وإصلاحا سياسيا؟ الآن الواضح أن الفساد الإداري والفساد الاقتصادي هو عنوان ليس في العراق، وإنما أصبح يوازي الفساد السياسي الذي نعيشه الآن. أنا كان أرى أنه تأتي هذه التظاهرة أو استمرار الانتفاضة مع جدل سياسي كبير تفضلت به في عرضك إلى الحلقة. هذه الكتل السياسية أو هذه الأحزاب وهذا ومن يشارك في العملية السياسية، أليس لهم الآن من وقفة حقيقية؟ أليس لهم من وقفة؟ لماذا ويا السيد العبادي؟ لا، أنا السيد العبادي وافق بصرف نصف تريليون دينار لتحسين الخدمات في البصرة. أنا أقصد ليس فقط نواب البصرة، الموضوع لا يغض، الموضوع يجب أن لا يقزم. الموضوع ليس هو البصرة، الموضوع هو العراق. ما تعانيه البصرة ويعانيه تعانيه الناصرية والقادسية والمثنى، ويعانيه الموصل والرمادي وديالة وكربلاء والنجف وصلاح الدين وكركوك وكل محافظات العراق، هذا الموضوع يتعلق بإنسيابية عدم وجود ملامح وعدم وجود تنمية حقيقية، عدم وجود ملامح لبرامج اقتصادية وسياسة سبق وأن نوهنا عنها. قلنا سابقا في عدة لقاءات أنه لا يمكن للحكومة أن تستطيع أن تلبي حاجيات المواطن. المواطن كان في حالة الانتظار، الجائع عندما يكون في حالة الانتظار لا تكفيه الكلام عن سنوفر لك لقمة العيش، الجائع يريد أكلا، وكذلك من يعيش الحلول، المرض الحلول المستعجلة اللي ممكن تهدأ هذه الانتفاضة. يعني نحن نتكلم، نحن قبل 3 أشهر قلنا عن حلول مستعجلة ولم تحدث شيء. الموضوع متراكم، هناك إهمال وهناك عدم دراية في كيف يتصرف. نصف تريليون راح يسوي شيء؟ لا نصف تريليون يسوي شيء الآن، ولا ممكن أي برامج تنموية تستطيع، لأنه الوقت ليس في صالح حكومة بغداد. المواطن لا يثق بعد ذلك. الآن عندما يرى مجلس النواب يجتمعون يؤدون اليمين والقسم الخاص بهم ويذهبون ولا يأتون إلى دورة الثانية، هو يعلمون جيدا أن هذه العملية السياسية ما هي أصبحت عملية سياسية تلقي بظلالها على الشعب العراقي، وأصبحت هي عملية تشكل وابلا من التعب والإرهاق. لا هو العملية السياسية الآن علينا أن نعلم جيدا أنه هي أصبحت مرهقة بل متعبة للشعب العراقي، أصبحت تزيد من أزماته. طلع انتخاب أستاذ عياد إذا هذه عملية مرهقة؟ لم ينتخب الشعب العراقي، اللي انتخب 20% من الشعب العراقي و80%. نحن عندما إحنا إذا أردنا أن نتكلم عن النسب، هذه النسب أعطيت نسب رسمية وأعطيت نسب إحنا نتكلم عن نسب حقيقية. عدم ثقة صح ولا مصح؟ نعم. النصف تريليون ما راح تكفي؟ 500 مليار. 500 مليار أين ستصرف؟ لتحسين خدمات البصرة. كم قرار السيد العبادي ممنوع. نحن أنا من
من لا يريد إصلاح الوضع في العراق، لكن هل نصلحه بالكلام أم بالفعل؟ أنا عندما أخصص هذه المبالغ أين ستصرف الآن؟ وأين هي المشاريع التي سينتظرها المواطن؟ أنا أقرأ، كنت البارحة أطالع أحد رؤساء الدوائر الخدمية في البصرة يقول نبتدئ في شهر 9 والمؤمل أن تكون هناك خطتنا تكمل في شهر 10. نحن نتكلم عن 18,000 إصابة بالتسمم نتيجة ما حدث في البصرة من تلوث. الآن البصرة مهددة بأمراض الكوليرا. الآن عدم وجود 20,000 تلوث. نعم 22,000 أنت جنابك أضفت 4,000، إذا نحن نتكلم عن رقم ليس قليل. وهذه التلوث ماذا سيحدث الآن عندما لا يوجد هناك كهرباء ولا يوجد مياه عذبة ولا يوجد تحلية؟ هذه البصرة إلى متى تبقى هكذا؟ أهالي البصرة عندما ينظرون ويرون آبار النفط أمامهم، وعندما يرون شركات النفط تعمل وتنتج النفط، وعندما يرون ناقلات النفط أمامهم تذهب عبر الخليج العربي، أين هي الوارد؟ عندما نتكلم عن وارد إلى وزارة النفط بقيمة 15 مليار دولار خلال شهري حزيران وتموز، ماذا فعلت بها؟ جميل. أليست هذه الوارد؟ إذن يجب أن يكون هناك وقفة. الشعب العراقي لا يفيده الآن غير أن يكون قائمين على العملية السياسية صادقين معه، وقبل أن يكون صادقين معه عليهم أن يكون صادقون مع أنفسهم. نعم، أن يكون صادقون مع نفسهم. نعم. أستاذ حسام مرحبا بك. أهلا بك. السيد العبادي الآن تبرع البصرة 500 تريليون عراقي، نصف تريليون 500 مليار عراقي، ما يوازي 500 مليون دولار تقريبا، مبلغ طبعا كبير، وإحنا نمر بتقشف. هذه ما راح تعتبر مثلبة على السيد العبادي أنه ليش أنت وين تنظم الفلوس ومن صارت الدماء يلا طلعت هذه الفلوس؟ هذه نقطة. أكو حلول الآن تروح بالأفق على موضوع البصرة أو ماكو؟ يعني بداية دائما إحنا عندنا منهاج بالعراق إنه تجي الأزمة ونعيش الأزمة يلا نفكر بالإصلاح، وليس هو يعني تجنب الأزمة عن طريق إيجاد حلول على الأرض وبعدها نتجاوز الأزمة بأقل الخسائر. تخصيص هذا المبلغ من المال من الميزانية العراقية هو يعني أكيد يؤثر على باقي المشاريع في المناطق الوسطى والشمالية. جميل. وحتى الفرات الأوسط يعني حتى يؤثر عليه. صحيح. لأن هذا المبلغ الكبير خصص إلى حالة اضطرارية حدثت في البصرة أو كارثة، وصارت اليوم بصرة يعني حتى قبل شوية نقابة المحامين تطالب بإعلان البصرة مدينة محافظة منكوبة. فبالتالي لو تجاوزنا الأزمة قبل فترة عن طريق إيجاد حلول ومحاسبة الفاسدين كان أفضل من عيش الأزمة وتخصيص مبلغ مالي كبير للبصرة. هذا أولا. بالنسبة للحلول، قد لا تكون الحلول موجودة مثل ما تفضل الأستاذ أياد، لأن هي المشكلة مو بتخصيص المال، المشكلة من ينفذ وكيف ينفذ ومتى ينفذ، هذه المشاكل. وبالعادة دائما يعني إذا كانت الكوادر الموجودة خبيرة وقادرة على تنفيذ الأعمال بسرعة وبدقة تخصص أموال أقل من اللازم لإصلاح المشاكل والأزمات. يعني المعادلة هي مهما كان المبلغ كبير المالي لا يعني الإصلاح السريع، بالعكس لو كانت أكو كوادر على الأرض محترفة وبخبرة وخلوا الرجل المناسب بالمكان المناسب كان صرف مبلغ أقل بنتائج أسرع. فبالتالي الحلول صعبة. نقطة إضافية، قد الحلول صعبة. الحلول صعبة. نعم. والدليل على ذلك الحلول صعبة أستاذ أياد. نعم صعبة. أنا قلت ذلك. نعم يعني قبل شهر أو أقل قالت محافظة البصرة إنه راح نوفر 10,000 وظيفة للشباب. درجة وظيفية وين صارت؟ علم إنه هذا المبلغ أو هذا الرقم عفواً يعني أني خلال حياتي ما قريت بدولة أوروبية مثل ألمانيا من الاقتصاديات الكبيرة أو تركيا أو أمريكا إنه تقدر بتوقيع واحد التعيينات. بتوقيع واحد توفر 10,000 وظيفة. طريقة استلام التعيينات شفته شرطي وبيكا ويستلم من الناس. طبعاً هو مو صعب إطلاقاً. استلام ملفات لألف شخص قد تحتاج إلى تهيئة بنية تحتية في واحدة من الدوائر، وهذه البنية التحتية تحتوي على الأقل 100 أو 200 موظف من أصحاب الخبرة، وخلفهم أكو جيش من الموظفين لمراقبة الملفات. لم يكن صادقا العبادي في هذه احنا ما نريد نتهم، ولكن قد يكون تحدث بشيء اكبر من الموجود على ارض الواقع وبشيء هو لا يملك اصلا. يعني شلون ما انا اليوم اقدم عروض ماليه وانا لا املك المال، او اقدم عروض بالمساعده وانا لا املك الخبره
يعني الان النصف تريليون حالها حال ال 10,000 درجه وظيفيه. اكو نقطه مهمه اضافيه، يعني نصف تريليون متى تصرف ومن اين تستقطع؟ من الميزانيه الحاليه ولا السابقه؟ يعني من هي جت نصف تريليون؟ هي على الورق تقدر. هذا السؤال للسيد العبادي، ما اعرف. هي السؤال للسيد العبادي والسؤال يعني ايضا للمراقبين للشان العراقي. انا من وجهه نظري اذا احد يسالني هذا السؤال ويقول لي من راح تجي نصف تريليون، اقول له والله انا هم ما ادري. يعني هل هي من الميزانيه السابقه التي صرفت؟ قد تكون قد تكون قد تكون من الفائض اللي في اسعار النفط. يعني فائض النفط، اسعار النفط، وهذا لازم ياخذ قرار، يعني ليس من صعب. بالضبط. ويعني اتوقع احنا عندنا فائض هسه حاليا بالميزانيه خاصه بعد الحرب مع داعش وتراكم الديون العسكريه علينا، فبالتالي ما اعرف يعني اذا بقى فائض. السيد العبادي ممكن ان ينفذ مطالب البصره الان؟ هسه عفنا من النصف تريليون، اكو امور مثلا اليوم اكو شهداء. إقالة تشمري، قائد العمليات، كثير أمور يقدر ينفذها السيد العبادي؟ حالياً السيد العبادي هو يعني رئيس وزراء منتهي الصلاحية، هو يعتبر سابق، لأن إحنا نمر بمرحلة تشكيل حكومة حالية، فيعني قراراته قد لا تكون قوية ومؤثرة كما هو الحال قبل سنة أو قبل الانتخابات، فما أتوقع يعني هو قادر على تنفيذ المطالب. قد تكون هي وعود بعد تشكيل الحكومة، فإذا كان هو صاحب الولاية الثانية فهو راح ينفذ وعوده، لأن هو أطلقها، مو أكيد ينفذها، ولكن هو أعطى وعود لازم ينفذها. إذا لم يكن هو فهذه الوعود تنقل إلى الشخصية، شخصية رئيس الوزراء الجديد، وهو الذي يقرر إن كان يريد ينفذ الوعود اللي أطلقها رئيس الوزراء السابق أم لا. يعني الآن إحنا مرتبطين بالتشكيل الحكومة. طبعا أكيد، اي حل واي اصلاح يرتبط بشخصيه رئيس الوزراء اولا، لانه هو جهه تنفيذيه وهو الذي يعطي الاوامر الى الوزارات ذات المسؤوليه لتنفيذ عمليات الاصلاح او نقول عمليات الانقاذ لاهل البصره. هم اليوم دخلوا يعني اعلى درجات حراره بالعالم وهم ما عندهم لا مي ولا كهرباء، فبالتالي هو المسؤول عن عمليه انقاذ البصره. السيد العبادي او من سياتي بعده، ربما ايضا السيد العبادي. شو تقول استاذ اياد، يجي يرجع السيد العبادي الى ثاني؟ يعني انا هنا انظر الى الامور، يعني نحن بعيدا عن كل التوقعات، العبادي لا يزال هو رئيس الحكومه بتصريف الاعمال الذي يستطيع او يصدر قرار باقاله الفياض من هيئه الحشد الشعبي ويعين نفسه الان مسؤولا عن هيئه الحشد الشعبي. يجب ان تكون له ايضا قرارات بصدد البصرة، هي ليست قرارات بحيث أنه تغيير قائد أو تغيير قائد عمليات. هنا كيفية الرؤية، كيفية التعامل مع الأحداث السياسية في العراق. نحن إذا غيرنا الآن قائدا للعمليات أو أبدلنا مديرا للشرطة في محافظة ما، من سيعود الدماء؟ من سيعمل إعادة الدماء الزكية لأهاليها؟ هنا لازم تكون هناك نظرة صحيحة. لماذا هذه الانتفاضة جوبهت بهذا العنف الشديد؟ لماذا هذه القوة المفرطة في استخدامها؟ ألم يكن هناك وسائل أخرى للاستماع، خاصة وأن المنتفضون أعطوا فرصة كبيرة للحكومة أن تنتبه لهم ولم يقوموا بأي فعل يخل بالأمن العام؟ يعني أنا عندما أرى أن موضوع هناك من يحاول أن يعطي للحالة أكثر، من يحاول أن يسيء إلى المنتفضون بأنه يسلط الضوء على مقر إلى مجلس مجلس المحافظة في البصرة، أو يقول تم حرقه من قبل المنتفضون، أو يقول مثلا التوجه إلى الشركة النفطية الفلانية. نحن نقول هنا هذه إشارات من قبل المنتفضون، حتى عندما يشار لهم الإعلام أنه عندما أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى مؤسسة تشريعية أو ذهبوا إلى شركة نفطية يهتم العالم بها لإيصال صوتهم. أما ما هي البنايات وما هي المؤسسات الخدمية والصحية والتربوية والزراعية والتي تم من خلالها حرقها أو دخولها؟ هل رأينا مستشفى عام أو مستشفى خاص تم دخول المنتفضين وعاثوا به فسادا؟ هل رأينا مدرسة ابتدائية متوسطة إعدادية فعلوا ذلك؟ هل جامعة البصرة تضررت؟
إذن المواطنين يريدون يحافظون على ما تبقى من المكتسبات. لكن أنا هنا أريد أن لا حتى أبعد دائما. نحن لماذا لا نسوق الهدف الأسمى لأبناء شعبنا للوصول إلى غاياتهم؟ لماذا نقول هناك مندسون معهم؟ ولماذا نحاول أن نسيء إلى المطالب الحقيقية الجماهيرية؟ لماذا نقول أن هناك اليوم كنا في جروب لأهالي البصرة بالتحديد ذكر أحد الموجودين في الجروب قال كنا في زيارة إلى جرحى التظاهرات وفي الطابق اللي فوقه كان هناك جرحى القوات الأمنية أيضا رايحين زائرين هم مدينهم ورد المتظاهرين نفسهم. يعني هنا نحن عندما نتكلم ليش أبناء القوات يعني أبناء القوات الأمنية والعسكرية ليش هم أبناء العراق يعني؟ لكن أنا عندما تقول أنما نقول هنا عندما نتعامل بصيغة صحيحة. يعني عندما طبعا عندما يقذفون بماذا قذف؟ قذف بالحجارة، قذف بها. بس هل استخدم المحتفظون أسلحة جارحة؟ هل استخدموا أسلحة متوسطة أو سريعة؟ أنا أريد أن أسلط الضوء على أن هذه الانتفاضة انتفاضة سلمية، وهذه انتفاضة سلمية لكن للمعاناة والمكابدة الكبيرة وعدم وجود الإصلاحات التي وعد بها وشعر المواطن في البصرة والمواطن في العراق. الإصلاحات اتجاه آخر ترى. الإصلاحات مو سياسية، الإصلاحات الخدمية. نحن نتكلم عن ماذا فعلوا خلال 3 أشهر. بدأت الانتفاضة في تموز ونحن الآن في أيلول، يعني 3 أشهر. وعندما رأى العراقيون ومنهم أبناء البصرة ومنهم أبناء الفرات الأوسط والجنوب، عندما رأوا أن الجلسة الأولى في مجلس النواب ماذا حصلت؟ خلافات شديدة، عدم وجود رؤية سياسية بقبل الجالسين داخل قبة البرلمان، عدم وجود إحساس بما يمر به العراق، عدم وجود آليات سياسية لقيادة العملية السياسية، عدم وجود فهم إلى واقع الشعب العراقي. كيف ينظر الشعب العراقي؟ أليس الشعب العراقي شعب تواق إلى الحرية؟ أليس هو شعب ذكي وشعب حضاري؟ أليس شعب يحب القانون؟ نحن نتكلم عن الشعب العراقي، لا يمكن الشعب العراقي إلا أن يكون هكذا لأنه صاحب حضارة. هذه الجذور، أما يكون هنا وهناك تأتي حالة هنا وهناك، هذه حالات وقتية وملامح ليس هي الأساس في الوضع. هذه أوجدها الاحتلال. نحن الآن نتكلم عن توجيه. حتى الآن لماذا لم يتم الإصلاح إذا كانت موات؟ لأن هناك أدوات خفية وهناك دولة عميقة تسعى إلى أن يبقى العراق ضعيفا، تسعى إلى أن يبقى العراق بدون تقدم صناعي وزراعي وعدم وجود اقتصاد متين، الإبقاء على أن العراق يبقى اقتصاده ريعيا، يبقى العراق ضعيفا حتى لا يعاود إلى دوره لا الريادي العربي والتحديدا. نعم منو؟ دولة عميقة، هي الأدوات الموجودة ومعروفة بعد العملية السياسية. هنا نحن لم يحاج إلى تعريف بعد. المواطن العراقي يعلم. أنا ما أريد أعرفه الآن من هي الدولة العميقة ومن هي أدواته، لأن هو ده يعاني من عدها. طيب أستاذ حسام، الآن موضوع بغض النظر عن موضوع الدولة العميقة، اليوم إحنا عندنا الكتلة العميقة. أي جزء العفو ولا أسف يعني التدخل. هي الدولة العميقة قد تقود الانتخابات وتقود تشكيل الوزارة. أنا أسف للمقاطعة وتعذرني، أنا كنت أنظر إلى الجلسة الأولى في الانتخابات في مجلس النواب، كنت أرى السفير الأمريكي والسفير الإيراني والتركي أيضا والإماراتي والكويتي يبتسمون. ليش يبتسمون؟ لأنه يعلمون من هو رئيس الوزراء. أنت تعرفه منه يعني؟ هم يعلمون، لا أعلم، لأنه ليس جزء من العملية السياسية. الآن تعتقد العبادي إلى ولاية ثانية؟ موضوع تشكيل الكتلة الأكبر رغم هذا الخلاف المشتد بين الأخوة الأعداء، الآن صاروا أعداء يعني. أنت غريب اليوم تجد أن بينما السيد نعيم العبودي أحد قادة كتلة البناء قال إنه إذا ما يصير اتفاق بين سائرون والفتح ما أعتقد تمشي حكومة قوية، إذا رايدين حكومة قوية. يعني هو حكومة قوية من ناحية معارضة ورجال حكومة، طبعا هي أكون معارضة نوعين، أكون معارضة سلبية اللي هي تنوي إلى إيقاف المشاريع عرقلتها، وأكون معارضة إيجابية هي اللي تراقب أداء الحكومة. هذه تعتمد على حسب يعني توجهات الأحزاب وتوجهات الكتل السياسية اللي تريد يا أما تظهر رئيس وزراء صاحب الولاية الثانية أو رئيس وزراء الجديد بشكل قوي أم ضعيف. هاي بالنسبة للمعارضة. بالنسبة للتوافق بين الكتل، من وجهة نظري يعني كمراقب للشأن ما أعتقد يحتاجون إلى
التوافق، لأن بالنهاية الكتل الكردستانية عندما تحدد موقفها من أي كتلة راح تختار، يا أما الفتح ودولة القانون يا أما سائرون والنصر. فسبعيدة القبار منه الكردستانية؟ تقريبا هم الأكراد إضافة إلى المحور السني إذا قرر بالأغلبية أين يتجه، لأن هو المحور السني اليوم هم عنده انقسام، فبالتالي إذا قرر المحور السني أين يتجه؟ كان بإمكان المكون السني أن يكون هو بيضة القبان؟ هي أكو نوع من التلاعب بالوقت بالسياسة. طيب. يعني الأكراد اليوم ينظرون إلى الكتل ويشوفون كيف راح يكون شكلها، هم من يتأخرون يحصلون على مكاسب أكثر، لأن طيب. الطرفين راح يحتاجوهم. إذا راح ويا الفتح الضامن من؟ حتكون الكتلة الأكبر الفتح. طيب. إذا راح ويا النصر حتكون الكتلة الأكبر النصر، علما إن هم عندهم تاريخ مع العبادي بالنسبة لهم سيء، خاصة بموضوع كركوك، فبالتالي هم عندهم تحسس من العبادي، لكن تعتمد على العروض التي تأتي في الساعات الأخيرة بالسياسة، قد يقدم لهم تنازل أفضل من الفتح، فبالتالي هم يتوجهون مع العبادي إضافة إلى المحور السني. يعني إذا توجهوا أولا، من يقدم لهم؟ العبادي أو سائرون. نعم. يعني النصر أو سائرون نقول، اللي هي الإصلاح والبناء. بالضبط. إذا تقدموا أو قدموا للأكراد عروض أفضل وتوجهوا معهم، بالتالي تتحول بيضة القبان إلى المحور السني، يعني هم اللي يعني بالنهاية إذا اجتمع المحور السني. أي. وإذا لحد الآن المحور السني منقسم لا مطشر. أي. مطشر. بس لو منقسم ينقسم ينقسم اثنين بس هو مطشر. أي بالضبط. فبالتالي يعني إذا تجمعوا وإذا القوام الكردية انقسمت أيضا بين الفتح والنصر، بين دولة القانون وسائرون، بالتالي يصبح المكون السني هو بيضة القبان، ولكن هذا يعتمد على الزمن ويعتمد على توحيد الرأي بالنسبة برأيك لها. الآن من الكتلة الأكبر حسب المعطيات اللي عندنا؟ السائرون والنصر هي الكتلة الأكبر حاليا، رغم أنه البعض أو يعني هو نفسه السيد هادي العامري قال أنه إحنا جمعنا تواقيع حية للنواب، ولكن هذا الأمر عليه لغط. يعني إذا كانوا النواب تحت كتلة الفتح، هذا مو يعني أنه هم انتخبوا رئيس الكتلة، ورئيس الكتلة هو متوافق مع تفكيرهم، فبالتالي تقصد أنه يقدر يوقع عنهم؟ بالضبط. هو يعني هنا الإشكال أنه هل رئيس الكتلة يقدر يوقع عنه؟ ليش ما يوقع عنهم؟ ليش لعب التوجهين إلى موضوع توقيع؟ هذا يعني من وجهة نظر التواقيع الحية يعني فد نوع من الإعلان عن شيء هو لا يجب أن يكون. يعني أنا اليوم رئيس كتلة، أنا أمثل النواب اللي وياي وأني أقود الكتلة، يجوز أنا نائب ما عاجبني أبقى وياه؟ يعني شلون تجي ويا؟ هل يجوز إن واحد هو تفكيره مع هي النصر؟ كلها نزلت ويا وهذا وبعدين كلها طشرة هذه وبحث آخر. ليش يعني خل بس أجاوب المقطع الأول، هل يجوز لنائب أن يكون فكرة مع النصر وهو منتمي إلى الفتح؟ ما يعجبك الفتح روح ويا النصر. من تروح ويا النصر معناها 95% من أفكارك هي متوافقة مع النصر، فبالتالي ما يقرر رئيس كتلة النصر أنت موافق على قراره. من يصير أكو اختلاف، وهذا الاختلاف يجب أن يكون مسبق مو هسه، يعني أي اختلاف يكون بالوقت الحالي وأي انتقال بالوقت الحالي من كتلة إلى أخرى هذا سرقة لإرادة الشعب. ليش؟ لا يجوز. يعني يوم انتخبت نائب بالكتلة الفلانية، هذا النائب قرر أنه فكرة ووضعه والعروض اللي قدمت إلى كوزير أو مدير عام ما عجبته بالكتلة السين، فانتقل إلى كتلة صاد. زين من يقول أنا مع الكتلة صاد؟ يعني أنا كان رحت انتخبت هناك وفضيته، شلون أنت تنتقل على أي أساس؟ فهذا لا يجوز الأمر، الانتقال بين الكتل والتحويل. زين إذا اليوم انتقلت إلى الكتلة صاد وجاني واحد من كتلة إضافية ثالثة وقدم لي منصب وزير داخلية وزير دفاع، يصير انتقل يعني الكتلة الثالثة؟ وإرادة الشعب وأصوات الشعب منوبات الوزارة شوي هم راح أحق فيها هذه يعني تعتبر سرقة لإرادة الشعب. أما من يحاسب على هذه السرقة بالانتقالات؟ هذا الأمر يعني ما موجود عندنا بالعراق، ولا هو المفروض وقد أكون أنا ما عندي معلومة كاملة على هذا الموضوع، عند
الذهاب إلى كتلة معينة كالنصر أو الفتح دولة القانون أو أي كتلة أخرى في السياسة العراقية، من تكون في هذه الكتلة أكو تاريخ محدد للتحويل إلى الكتل الأخرى، بعد هذا التاريخ لا يجوز التحويل. أما إذا ما توافقت وياهم تخرج كسياسي مستقل. جميل أستاذ أياد، الآن موضوع الكتلة الأكبر راح تعتمد على توقيع رئيس الكتلة أم راح نعتمد على التواقع الحية؟ لو هذه التواقع الحية بدعة جديدة، هو مثل ما كما تفضلتما، يعني أنا أرى هي الحقيقة ليست هي تعليمات ووجود قانون، هذا كما هم يتبعون القانون، هم أحلى ما فيه السياسيين العراقيون الآن في العملية السياسية أنهم يطوعون القانون حيثما يريدون، ولكن هو المتعارف عليه أن رئيس الكتلة هو المخول بالتوقيع على التحالفات بغض النظر عنهم. يعني مثلا إذا كنا الكتلة الفلانية هو مخول ومعطي الصلاحية تماما يروح يوقع، لأن الكل متفقين على أنه يمثلهم ويمثل الخط السياسي الذي مدعوم به. لكن اللي صار الآن أنه في هذه العملية السياسية أو في هذه المرحلة من المرحلة الثانية الرابعة في انتخابات مجلس النواب، رغم أنه الملمح الأول أنه التحالفات انتهت، يعني ليس هناك تحالف كردستاني، ليس هناك تحالف وطني، ليس هناك تحالف قوى، أصبحوا أكثر من تحالف، أصبحوا أكثر من حزب، أكثر من تكتل، لكن مع ذلك أيضا أصبح هناك أنه النواب أصبحوا في هذه الدورة أكثر، أصبح الضغط عليهم سياسيا أكثر والإغراءات المالية أكثر، وبالتالي قسم منهم وصل إلى مرحلة التهديد بتغيير موقعه أو تغيير موقفه. هذه إذا نحن عندما نتكلم عن النائب يجب أن يكون نائبا مستقلا، ليس فقط مستقلا يعني أن يكون هي مو خطوة سنة. إيجابية اليوم أنه أنا أطلع من هذا موضوع الانتماء إلى رئيس الكتلة وأطلع أنا. لما هو ما هو أساسا عندما دخل إلى الانتخابات ويعرف من رئيس الكتلة، يعني ولا الآن التبعية، يعني احنا نعلم جيدا احنا ليش جميع قرارات مستاذ بسام يقول سرقة، ليش ما نقول احنا التخلص من التبعية؟ لا بالعكس، انا ما انا ممكن مع الناس انا تخبتك الشخص انا مع الرأي اللي تفضل به استاذ، لا رأي الاستاذ حسام اللي تفضل به، نعم، لانه احترم في قراره وفي جواب استاذ حسام يحترم إرادة الشعب العراقي وإرادة الناخب العراقي. الناخب العراقي انتخبك لشخصك، ما انتخبك للكتلة. لا انتخب مو؟ لا، عندما انتخب النائب، يعني خلينا نجيب مثال حتى بس صح ولا مو صحيح؟ بس هو صاحب الفكرة. لا هو مو صحيح، ليش؟ يعني لو كان الانتخاب على الشخص كان هو يقدر يأسس حزب وحركة وينتخبوا الناس من زمان ويصير هو مؤسس لحركة. يعني هسه أنت راح تروح تنتخب الآن، انتخبت أنت لو انتخبت؟ أنا انتخبت طبعا. أنا ما انتخبت. كنت مسافر. زين. الآن أنت من انتخبت على الكتلة، لو رحت انتخبت شخص أنت خويك تعرفه هذا ثقة وخوش آدمي، صح؟ أنا انتخبت على الشخص، أي، ولكن هذا الشخص كان ضمن كتلة، أنا أعرف هذه الكتلة الأشخاص الآخرين اللي موجودين هم يشكلون فريق عمل يصلح لإدارة العراق ويصلح لحل الأزمات. أما شخص واحد انتخبه وهو في كتلة أخرى، هاي الكتلة أكثرها من الناس اللي يعني ما أيدهم كشخص، لا لنفرض أنت هسا عندك صديق شخص تريد تروح تنتخبه، لكن هو بكتلة طائفية، كتلة كذا لا ما أنتخبه، ما أنتخبه لأن بالتالي يعني دا أذوب صوتي أو أعطي صوتي لشخص هو واحدة ما يشكل تغيير، القائمة كلها تشكل تغيير. هسا انتخبت فاضل ولا لا؟ هاي أسرار يعني هسه حاليا. طيب لو نظرنا إلى القوائم الحقيقة الانتخابية، من هي القوائم الانتخابية التي لم يخرج منها أعضاء، يعني لم يخرج منها من انتخبوا، لم يغير موقفه منهم، سائرون تكاد تكون. هي ليش إحنا يعني الآن ليس بصدد أنه نشير إلى القائمة الفلانية أو القائمة، ولكن حتى نعطي الوصف السياسي للقوائم الانتخابية، عندما يكون هناك سلطة سياسية صحيحة وعندما يكون هناك توجه سياسي صحيح لعملية السيطرة على الأعضاء الذين انتخبوا، ستكون تلك الكتلة ذات جوانب إيجابية. في كل المراحل التي تمر فيها مجالس جلسات النواب، مجلس النواب، ترى عندما يصدر قرارا، ينتظر مثلا قرار مهم أو قرار استراتيجي أو توافقات، إحنا نعود إلى النقطتين، التوافقات السياسية والطائفية السياسية هي من أضاعت
حقوق كثير من العراقيين، لأنه هكذا هذه العملية قائمة على مبدأين، التوافقات السياسية والطائفية السياسية. هذه المواضيع اللي لم تحسم، لماذا؟ لأن التوافقات السياسية كيف تتم؟ أنا الكتلة الفلانية تمشي وتقترح باقتراح فلان يخدم توجهاتها، أنا أوافق، بالمقابل هي توافق لي على قرار آخر، ولكن إن مصلحة العراقيين. المشكلة أن الرؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب هم من يشيرون إلى أعضاء الآخرين بأنه عليكم أن ترفعوا أيديكم أو تخفضوها، كما تتلائم طموحات ومصالح الكتلة السياسية والحزب السياسي. يعني في بعض الأحيان حتى ليس هي مصادرة الصوت العراقي، ولكن هو حتى مصادرة صوت النائب. طيب الآن سائرون والفتح ممكن يتجهان إلى التحالف؟ ممكن الآن كل المعطيات في العملية السياسية الآن والتحالفات من الآن إلى أسبوعين ممكن تحصل كثير من المفاجآت، قد تحصل بعد ساعات من هذا اللقاء أو قد تحصل بعد أيام. العامل الدولي الآن يعمل ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية، والعامل الإيراني الإقليمي الإيراني يعمل بكل جهد أيضا في سبيل تحقيق ما يصبو إليه. كلا العاملين لم يستطيعون لحد الآن أن يؤثرون تأثيرا مباشرا على حلفائهم في الداخل. هسه أمريكا تدفع باتجاه من؟ باتجاه سائرون، ولا يعني باتجاه يعني حتى نقول لا نقول هكذا، باتجاه البناء الآن كمان البناء والإصلاح، ولذلك لا الإصلاح والإعمار صارت لأنه الجهة الثانية سمت بناء، فقال حتى لا يستفاد قال نحن نسوي البناء نسوي إعمار، فصارت الإصلاح والإعمار هم يبشعوا الإصلاح والإعمار. هذا موضوع لا بس مو هي بها نظرة بعيدة، الإعمار ما دمره الأشرار اي نعم، لكن البناء يعني راح يبنون عراق جديد. إيه هو نفس الحالة، احنا نحتاج بناء عراق جديد، حس احنا قبل ما نحتاج خلي البناء ولا الاعمار، يعني هل هم جادين في فعلا انه يبنون العراق؟ انا لا اشوف فيما راح اقوله لا يستطيعون بناء العراق لانه ليس هناك الاستعداد لبناء العراق، لانه طيب. عمليه بناء العراق عمليه بناء العراق واعاده العراق هو قرار دوليا، يبقى العراق ضعيفا طيب. وكذلك قرارا اقليميا حتى أمريكا يبقى ليش تدفع باتجاه النصر وسائرون وهي تدري ان السيد مقتدى في هذا من الايام كان يقاتل الامريكان والى الان هو ضد الغطرسه الامريكيه لماذا لا يكون يعني السؤال بعد اوسع، لماذا لم يكن هناك اتفاقا امريكيا ايرانيا كما حصل في الانتخابات السابقة وكنا نرى دفع الوحدة السيران تدعم البناء؟ هسه نتكلم نحن قبل كنا نأتي إلى الجلسة الأولى يأتون السياسيون العراقيون في قبة البرلمان ومعهم ثلاثة دفعات، دفعة الأولى رئيس مجلس النواب، دفعة الثانية رئيس الجمهورية، دفعة الثالثة رئيس الوزراء. لماذا لم يتم هذه؟ لأنه لم يكن هناك توافقا أمريكيا إيرانيا كما المعتاد، بس هناك خلاف الآن، خلاف على مستوى من يسيطر. الكل يريد أن يثبت أنه هو له القدرة على التحكم في العراق. العراق أصبح الآن مع الأسف هو ساحة للصراع السياسي الإيراني الأمريكي، ليس صراعا عسكريا في الوقت الحاضر، ولكن أتمناه أن لا يحصل مستقبلا صراعا عسكريا تكون هو آخر مواجهات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيكون العراق، ولكن احنا يجب أن نعمل من الآن ونوضح ونبصر ونسلط الضوء، لا نسمح بإراقة دم، إراقة قطرة دم عراقية من أجل الولايات المتحدة الأمريكية أو من أجل إيران أو من أجل أي دولة كانت، لأن العراق يجب أن لا يقوم بحروب إنابة عن الآخرين. لا جندي أمريكي سيموت ولا جندي إيراني سيقتل، الذي سيذبح والذي ستهدر دماؤه والذي ستدمر مدنهم هم العراقيون، هم أبناؤنا وهم طيب أهلنا. جميل. الآن السنة أستاذ حسام برأيك راح يتفقون على رئيس برلمان؟ ممكن اكو عدد من المرشحين مثل ما ذكرت، ثمان مرشحين الى اليوم، يجوز باكر يصيرون 10 ما تدري يعني. بالضبط. والمشكله بالتحالفات السنيه انه في داخلها ايضا اكو عروض واغراءات فبالتالي يعني عروض مثل شنو؟ يعني اكيد عقود، سيارات، لكسزات، عقود، انه يسلم عقود، يعطي فلوس، يشتري مناصب. رئيس برلمان ما عنده لا عقود ولا هو قاعد برلمان، لا هو التاثير يكون مو تمام، هو التأثير يكون بشكل آخر، يعني رئيس البرلمان هم يقدر يأثر وهم يقدر يأثر على مجموعة من النواب إنه إذا توافقون على هذا الشيء أنا أعطيكم المساحة للحديث أوافق، يعني أكو اتفاقات أخرى تصير. ولهذا بالنسبة للمكون السني حاليا هو مثل ما تفضلت يعني انتشر الآن. منو برأيك المرشح الأبرز؟ صعب نقول المرشح الأبرز، لأن بالسياسة العراقية يعني على مدى سنوات طويلة كانت السياسة العراقية غريبة ولا تقاس. الأقوى نقول
ما أقدر أنطي اسم معين، لأن حتى الأقوى، حتى الأقوى هي هي القضية صايرة مزاد، مثل المزاد يعني، من يعطي السعر الأعلى ينتظروه حتى الثاني يعطي السعر نفسه إضافة إلى مبلغ مالي زيادة. عبالك أحد قوي. وهذا الأمر يعني صار يمكن نشوف مقاطع. أي يعني بس ملاحظة، قبل أيام واحدة من القنوات التلفزيونية طلعوا مكالمة هاتفية لنائبة بالبرلمان، قالوا لها 250 مليون دينار عراقي حتى تحولين إلى كتلة معينة. هذا السيناريو قد يكرر حتى شخص يأخذ منصب رئيس مجلس النواب. مبارك مرشح؟ لا أنا أقول هنا حتى طيب مرشح. لا لا ما لا لا ما ما ماكو اسم يعني. لا هم لأن هم الأسماء الستة، هم الأسماء الستة الآن، واللي جنابك تقول صاروا ثمانية، وفعلا هم آخر شيء البارحة يعني ممكن يصيرون عشرة بعدين. لكن الغريب من الأمور الجلسة الأولى، الجلسة الأولى عقدت الجلسة الأولى ليس لأغراض انتخابية، عرضت الجلسة للتمسك بظواهر ما يعتقدونه عملية سياسية ديمقراطية حتى المحافظة على الشكل، لكنهم يعلمون أن الجوهر تعبان، الواقع المؤلم هم يعيشونه ولكنهم يتغاضون عنه. لا شيء بعد اسمه واقع سياسي إيجابي في العراق، يعني العملية السياسية هم قالوا خلي نذهب إلى 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 الجلسة الأولى للمجلس النواب، يعني نلتزم بالتواريخ الانتخابية، نلتزم بالإعداد لإعقاد الجلسة الأولى، وما سيكون خلي سيكون. لكن هي أين هذه؟ اللي يفترض أنه عندما تعقد الجلسة الأولى تعقد الجلسة الأولى في انتخاب رئيس مجلس النواب ومعه نائبين، هذا المعول علينا. نحن نتكلم بعد أربعة أشهر ولم يكن هناك اتفاق، أعطيت الحركات السياسية والكتل السياسية مدة أكثر من 20 إلى 25 يوم بصيغة إعادة الفرز والعد اليدوي، وهي كانت عملية حقيقة خداع للشعب العراقي وخداع وصرف لأموال كثيرة، ولكن يعطى فرصة للسياسيين أيضا يتعلم. ماذا تحقق؟ أنت زعلانين؟ لا 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 ما عايدين كان منو وحتى نحن قلنا حتى عندما تعاد هي سوف لا يتحقق أكثر لا يوجد لا يوجد يعني الآن إنه جاي في نعم لا يوجد أنا لا أستطيع هنا أن نعرف لا نستطيع أن نقول هناك أنه فلانا هو أقوى من فلان لأنه المعايير الأساسية مفقودة. لو كانت هناك أقوى لكان هو يدخل الجلسة وهو فائز من الجلسة الأولى. هذه المعايير قلت لك التوافقات السياسية لا يمكن لا يمكن حتى لو كان قوي ماذا ما هي قوته التي يمثل بها إذا لم يكن هناك توافق سياسي بين جميع الكتل وبين جميع الذي يرشح الذي سيرفع يده يرفع يده ليرشح رئيس مجلس النواب هو نفسهم المجاميع التابعة رئيس مجلس النواب سترفع يده أيديهم لينتخبوا رئيسا لمجلس الوزراء، وكذلك سيرفعون أيدي كلتا الذي انتخب رئيسا لمجلس النواب ورئيسه يرفع يده لينتخب رئيس الجمهورية. هذه التوافقات بين أحزاب، هكذا العملية السياسية. العملية السياسية هي ليست وليدة الرحم العراقي، هي عملية سياسية وعدت في الخارج، ونحن أو ليس نحن وإنما السياسيون الذين عشقوا العملية السياسية وعملوا عليها والدخول فيها هم ينفذوها. سأل حسام الكتلة الأكبر من نصيب من برأيك أنت هي يمكن إحساسك. أكو كلمة عجبتني من الأستاذ أياد أنه المعايير الأساسية مفقودة. بالضبط يعني أنت من تقول هاي الكتلة الأكبر غير تستند على معايير أساسية، أكو أرض قوية تستند عليها وتطلع التحليل مالتك. أما في ظل التغيرات هم قالوا الكتلة الأساسية بالبرلمان بأول جلسة قالوا سائرون والنصر، ولكن هذه يعني ما انتقلت إلى المحكمة الاتحادية المصادقة عليها. ما كان أكو رئيس مجلس نواب غير بس رئيس مجلس السن اللي هو ما له حق يرسل اسم الكتلة الأكبر إلى المحكمة الاتحادية، فبالتالي هو إعلان. بالمقابل يعني الفتح أيضا على لسان الأسدي الناطق باسم الفتح قال احنا الكتله الاكبر نفس اليوم يعني زمن الكتله الاكبر واقعيا على عدد المقاعد والنواب النصر وسائرون حاليا وضمن يعني العمليه الحسابيه اذا تقول هاي الكتل وهذه المقاعد هم يبينون الاكبر لكن بعد ايام ايش راح يصير خلال هاي الفتره العشر ايام اللي هي فتره خطيره الى حد انعقاد جلسة مجلس النواب القادمة ايش راح تقدم عروض ايش راح يصير توافق فكري
هاي ما ندري بها، يجوز تنقلب المعادلة وتتحول سائرون إلى المعارضة وهي كتلة قد تكون الأصغر. جميل، ممكن تتحول سائرون للمعارضة؟ أستاذ إياد؟ أنا أرى أنه الموضوع سيحسم من سيحسم سياسيا بقرار سياسي من الأحزاب الكردية. الكردية الآن إلى أين تتوجه؟ تتوجه إلى الأقوى؟ الآن أنا أرى أنه الأقوى. أعطيني من الأقوى الآن. من الأقوى الآن على الأرض. أرى أنه الأحزاب الكردية السياسية هي أقرب إلى البناء والإعمار. ليش؟ هكذا أرى، هذا رأيي. ما أدري، أنا أشوف ممكن هم أقرب إلى شريدون، هم يريدون كركوك. كركوك هي موضوع كركوك، أنا من وجهة نظري كركوك ليس هو قرانا يعطيه رئيسا لكتلة سياسية وليس رأيا يعطيه رئيسا لحزب سياسي. كركوك لا يستطيع كائما يكون أن يتلاعب بها. كركوك هذا اتفاق سياسي وهناك قرار وهناك راح يرجع الاتفاق السياسي. استاذ هذا العناف اذا رجع الاتفاق السياسي، نعم، اذا انت معي منو رئيس وزراء برايك سيكون من كتله الاصلاح والاعمار؟ يعني هو النصر. نعم، انا اقول من البناء. شكرا استاذ هذا العناف بحث الشان العراقي، الاستاذ حسام الطائي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. ما ادري انتم وياي احنا اعطينا الان الوضع السياسي ككل، سلطنا الضوء. احنا لا نعلم من هو، لو نعلم من هو لقلته والله. مو ليش انت ذاك اليوم قلت لي راح ادز لك اسمه الساعه 12 بالليل؟ لا تعود، لا يسمعون المواطنين يقول لك سعيد. شكرا موصول لكم احبتي على حسن المتابعه، نلقاكم في حلقات مقبله في امان الله. شكرا. فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان.